يعني كان بيقال ان الختان ده في الاساس جاي وارد علينا من ثقافة القبائل الافريقية، اي فهو جاي منين اصلا؟ هو اساسا بعض القبائل الافريقية فعلا بتمارسه، والمصيبة بقى انه خد صبغة دينية، ونتيجة برضو اللي احنا قلناه برضو في اول حلقة، انه كل حاجة بنستفتي فيها الشيوخ، فالشيوخ دسوا انفهم فيه، فراحوا مطلعين حديث ضعيف بتاع اخفضي ولا تنهيكي ده. فبقى كل ما نيجي نتكلم، بقى لنا 15 20 سنه بنتكلم في الجريمه دي، كل ما نيجي نتكلم روح مطلع لنا الحديث، وبرضه الحديث اللي بيخبيه اللي حضرتك قلتيه مع الاستاذ علاء المهم، انتم اعلم. طب ما الرسول قال زي ما قال اخفضي ولا تنهكي، قال انتم اعلم بامور دنياكم مني. مش لو كان اصلا قال اخفضي اساسا كان قاله بقى ده حديث ضعيف طبعا، وده حديث ضعيف مؤكد. تمام، بس هو قال انتم اعلم بامور دنياكم مني، ده في نخله مش في حياه بني ادمه هبوظ حياتها. الأول التعريف العلمي برضو زي ما اتفقنا، التعريف العلمي للختان هو التشويه أو البتر التناسلي للإناث، ده تعريف بتاع منظمة الصحة العالمية. تأثيره بقى على البنت، فهو ده مش ختان خالص. الختان معناه باللغة الفصحى إن هو إزالة جلدة حوالين العضو، لكن دي إزالة عضو أو بتر العضو من الجسم الإنسان، هنا الفرق بين الاتنين. وبالتالي فاحنا لازم نسميه التشويه التناسلي للإناث أو البتر التناسلي للإناث، ده الاسم العلمي اللي عملته منظمة الصحة العالمية. ففي القانون جريمة استئصال عضو من جسم الإنسان بدون وجود، يعني احنا الدكتور هو الإنسان الوحيد في العالم اللي يستطيع يستأصل عضو من جسم الإنسان، بس له شروط إن العضو ده يكون بيهدد حياة الإنسان، زي الغرغرينة أو السرطان، ممكن يشيل دراع واحد بالكامل أو يشيل فخده بالكامل طالما في سرطان او غرغرينه هتهدد حياته. هنا بقى جريمه استئصال عضو من جسم الانسان. لا اثبت الطب الحديث انها مفيده، والكلام الفارغ لو حلاق الصحه بيعملها ولا الدايه ولا اي حاجه.